مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. في كثير اشخاص منكم طلبوا اني اتكلم عن الدراسه، لكن في واحده طلبت مني اني اتكلم عن كيف اتحمس للدراسه. فاليوم جبت لكم بعض النصائح والخطوات اللي انا بتبعها علشان اتحمس للدراسه في الوقت اللي اكون خلاص زهقانه وزهقت من الدراسه. فبتبع هذه الخطوات علشان تحمسني وتحفزني اني ادرس. فما راح اطول عليكم واتفلسف كثير، خلونا يلا نبدا الفيديو. يا جماعه نسيت اقولكم قبل ما نبدا الفيديو، اعملوا اشتراك، اعملوا لايك، ترى عادي والله ما راح اخسركم ولا شيء، ومجانا لليوتيوب. عامل الاشتراك مجانا وعامل اللايك مجانا، فليش بخيلين يعني؟ وحتى لو كان بفلوس فالغالي يرخص لي. يلا نبدا الفيديو. لازم يكون في عندكم حافز للدراسه، يعني يكون عندكم هدف قوي للدراسه يحمسكم. اسألوا حالكم ليش نحن بندرس؟ هل بتدرسوا علشان تكونوا دكاترة ومهندسين أو إعلاميين؟ أو بتدرسوا بس علشان إنه ناخذ شهادة ونتفشخر بها قدام أصدقائنا؟ كذا والسلام. فلازم يكون في عندكم هدف قوي، كل ما قلت عزيمتكم وحسيتوا إنه الحماس راح، اتذكروا هذا الهدف راح يخليكم تواصلوا في الدراسة وأنتوا متحمسين علشان توصلوا لهدفكم. إذا ما عرفتوا تحفظوا بعض المعلومات أو القصائد، فمالكم إلا تقلبوها إلى أغاني أو أناشيد زي ما تحبوا وتلحنوها مثل هاد. إن أون أت شهور أيام سعد، إن أون أت شهور أيام سعد وربنا، إن أون أت شهور أيام سعد يا خرابي. صحيح الطريقة مضحكة ومسلية في نفس الوقت، بس صدقوني وقت الاختبار راح تكون المعلومة هنا وراح تستذكروها بكل سهولة. ذاكروا كل درس بيومه، يعني ذاكروا أول بأول. أول ما ترجعوا من المدرسة أو الجامعة يكون عندكم واجبات، حلوا الواجبات وارتاحوا شوي، وبعدين تعالوا وذاكروا الدروس اللي خدتوها في نفس اليوم. في نهاية الأسبوع تعالوا وراجعوا الدروس، هل أنتوا بعدكم ذاكرين الدروس ولا خلاص طارت ونسيتوا الدروس كلها؟ هذه الطريقة راح تخلي المعلومة تثبت بعقلكم، وفي وقت الاختبار ما راح تتعبوا كثير وأنتوا بتذاكروا. ادرسوا بصوت عالي لأنكم راح تشغلوا أكثر من حاسة عندكم، وكمان لو كان فيكم نوم راح تصحصحوا. احرصوا دائما على المكان اللي بتدرسوا فيه إنه يكون فيه ألوان فرحة ومزهزهة علشان تتحمسوا وكمان تنفتح أنفسكم للدراسة. ممكن تجتمعوا أنتوا أصدقائكم وتذاكروا سوا، بدنا تذاكروا مو تقلبوها فلة وراسة وضحك ومزح وتنسوا موضوع الدراسة. هذه الطريقة راح تكون كثير حلوة لكم، لأنه كل شخص فيكم راح يجيب معلومة، فبالتالي أنتوا في وقت الاختبار راح تستذكروها. وكمان لو في كل واحد فيكم مثلا تقسموا بينكم المواد أو تقسموا بينكم بعض الدروس، اللي فاهمها فيكم يقوم يشرحها للشلة كلها، للجروب كامل اللي أنتوا بتذاكروا معاهم. فمن هنا كلمة من هنا كلمة، وصدقوني هذه الطريقة مضمونة 100%، لأنكم راح تستذكروا كل المعلومات لأنها جات بصراخ وضحك ومشاكسة وفلة وناسة. وقت الاختبار ما راح تتعبوا كثير وانتوا بتسترجعوا المعلومات. علشان تصير عليكم سهلة الدروس، لما تذاكروا يوميا كونوا لخصوا الدروس اللي انتوا بتذاكروها، بحيث انكم وقت الاختبارات تذاكروا من هذه الملخصات لانها راح تكون شاملة للدرس كامل، فما راح تتعبوا في الدروس. واذا انتوا حابين انكم تراجعوا راح تراجعوا بكل سهولة. من الاخطاء اللي نحن بنسويها في المذاكرة ان احنا ما ناخذ ولا اي راحة، فلذلك بعد كل ساعة او ساعتين من الدراسة خذوا لكم نص ساعة بريك راحة، علشان لما ترجعوا بعدين للمذاكرة ترجعوها وانتوا منتعشين وفيكم حماس وتستقبلوا كل المعلومات بسهولة. لما بتكون في عندكم مصطلحات متشابهة او رموز متشابهة وما بتقدروا انكم تفرقوا بينهم، فحطوهم تحت بعض علشان تقدروا تشوفوا ايش الفروقات اللي بينهم. بهذه الطريقة راح يسهل عليكم حفظ الرموز والتفريق بينهم. وهذه الطريقة ماما علمتني إياها، لما بيستصعب علي شيء وما أقدر أحفظه فبقوم بشبهه بأشياء أو بحركات. مثلا برادة الحديد بتذكرني ببرادة ببرادة المي، فعلى طول في وقت الاختبار أنا بتذكرها. ممكن كمان تعطيني إشارة لشيء معين، فهذا الشيء يكون مناسب للشيء اللي موجود عندي في الدفتر واللي أنا ما قدرت إني أحفظه، فبتقوم بتشبه لي إياه بأشياء مضحكة أو بأشياء في البيت مثلا أو بأشياء بتمر علي، فبتكون أسهل لي وفي وقت الاختبار بتذكر المعلومة وبتنقذني هذه الطريقة.
من أكثر الأشياء اللي بتحسسنا بملل ونحن بندرس، واللي هو إن إحنا كل يوم بندرس في نفس المكان على نفس الغرفة في نفس الطاولة. هذا الشيء ممكن إنه يسبب لكم ملل، وراح تطفشوا وتزهقوا من الدراسة وتملوا. فلذلك غيروا أماكن جلوسكم، يعني مرة جلسوا في غرفة، مرة جلسوا في حديقة البيت، غيروا الأماكن علشان تتحمسوا وتحسوا بمتعة وأنتوا بتذاكروا. هذه أهم معلومة لليوم للأشخاص اللي بيتأثروا من أصدقائهم في وقت الاختبارات بسبب المخروب اللي اسمه الجوال. بتفتحوا الواتساب بالجروبات أو على الخاص، بيجوا لكم أصدقائكم بيقولوا لكم أصلاً إحنا ما درسنا، أصلاً كذا. أنا أقول لكم هذول من الآخر مين هم؟ بينقسموا إلى نوعين. نوع منهم بيقولوا لكم نحن ما ذاكرنا، اصلا الماده صعبه، اصلا مش قادره اذاكر، مش قادره استوعب، خلاص انا سكرت الكتاب ورميته. وتعالوا لهم في وقت الاختبار نتائجهم اعلى منكم واعلى نتائج في الصف هذول الاشخاص اللي اصلا ما ذاكروا على حد قولهم، بس هم كل همهم انه يحبطوكم ويقللوا من عزيمتكم. وفي النوع الثاني واللي هم بيقولوا لكم ايش نحن ذاكرنا، الماده سهله وتافهه، مش مستاهله كل هذا الخوف والقلق منها، ايش انا كملتها اصلا في ساعه كذا. هذول صدقوني بيكونوا ذاكروا الدرس، والدرس الثاني رموا مع العلم انه احيانا بتكون مواد كثير طويله وكثير فيها كلام وكثير، يعني ما بتكون سهله، بتكون صعبه ومحتاجه وقت طويل، ولكن هم بيقولوا لكم الماده سهله وكملناها بسرعه. هم بيكونوا اختاروا بعض الدروس، يعني مثلا عجبهم هذا الدرس درسوا، ما عجبهم رموه راحوا للدرس اللي بعده. لما تشوفوهم بيتكلموا بهذه الطريقه انتوا راح تحسوا انكم انتوا فاشلين، انتوا لسه ما كملتوا المادة، راح تحبطكم، راح تجلسوا تبكوا، راح تضيعوا نص الوقت او كل الوقت احيانا بالبكاء والزعل، ليش هم كملوا وانا لسه ما كملت، ليش وليش وليش. فالافضل لكم سكروا جوالاتكم وقت الاختبار وذاكروا بسلام. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.